السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله يسلمكم في رجل اسمه عبد الله أبو بدر. هذا الحاج عبد الله بدأ حياته حمالي في أحد الأسواق بالعاصمة السورية دمشق. تخيلوا يعني كأنها الحاج عبد الله بدأ من الصفر، فقير ما عنده شيء، فقط يحمل للناس في الأسواق. لا، ومثل ما يقولون هالحاج عبد الله مفتح باللبن. شلون يعني؟ تخيلوا فقط من أجرة الحمال اللي عنده، ولأن ماسك عدل فكون له مبلغ وشرى له سيارة أجرة، وبدأ يوصل مشاوير. لا، وتالي فكر إن وقت الراحة وين تفكرون يروح؟ في بيته علشان يرتاح؟ لا 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 لا، يجلس عند باب أحد المحاكم يعبي أوراق، مثلا إذا واحد بيستخرج بطاقة مدنية ولا بعارف، فهذا يضبط له الأوراق المطلوبة وياخذ من المقسوم. هذا وقت الراحة عنده. ولا خلص دوام المحكمة الساعة تقريبا 2:00 وشوي، قام وشرى له كيسة خبز مع كوب شاي ويتغدى، بس هذا غدا. وبعده يروح يكمل يوصل مشاوير وبس. هذه حياة، يجمع من الأجرة ويقط روحه في أي شغل يطلع من فلوس. صار يمسك الليرة فوق الليرة. لا، وزادت رزالته، لكن من هالبخل كون له ثروة. عاد يوم تقدم فيه العمر وحس إنه مو مثل أول، يعني راحت القوة وكبر، ففكر إنه يفتح له محل خضار. وبعد مدة توسع وكبرت تجارته وصار عنده موظفين، والله فتح عليه وقام يدخل إيراد ضخم شهريا. عاد ونسيت أقول لكم، هذا الحاج عبد الله متزوج وعنده ولدين وبنت، لكن بعد ما رب العالمين رزقه وصار ما يقدر حتى يعد الفلوس اللي عنده من كثرها، أصبح بخيل بالحيل. وهو من أول بخيل، بس زادت رزالته يوم اكثرت مليته. وعنده مثل دائم يقول اللي ما عنده فلس ما يسوى فلس. المهم، لأن من الأساس كان فقير، فيوم اقتنى عرف قيمة الليرة، استغفر الله، قام يعبدها عبادة من كثر حبه للفلوس. وسبب رزالته عياله لما اكبروا، والكبير فيهم اللي اسمه بدر طار عن أبوه. من قهر أبوه صار من الأغنياء، لكن هو معيش عيشة الفقراء. فراح تقرب في أحد الدول الخليجية واشتغل وخلاص وانقطع عنهم، وصار ما يجيهم، وقال لهم أن تزوج هناك واستغر. أما الولد الثاني هم كذلك ما تحمل بخل أبوه وراح لمدينة طرطوس واشتغل هناك وانقطعت أخباره. باقي الحين منه؟ باقي بنت روان اللي تزوجت من واحد فقير اسمه منير. تقدم لها يوم عرف ان ابوها عنده خير من رب العالمين، فحط في باله ان مستقبلا راح يورث شيء من هالحلال. وابو بدر اصلا ما عارض زواج بنته من منير انه يعني فقير وكذا، لا 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 لا، اصلا هو استانس يوم تزوجت بنته. تدرون ليش؟ لانه حط في باله اهم شيء انه ما يصرف عليها، وانه يوفر شوي في العزبه اذا راحت عند زوج. وفعلا تزوجت هذا منير وعاشت معاه، والله رزقها في اول مولود. المهم، وزاد بخل أبو بدر. تعرفون بعض الأوادم خصوصا اللي يبدأ حياته بفقر وتعب، خلاص عنده يعني تجميع هالمالية يكون عنده هاجس، يسبب له هاجس وخوف وكذا، إن إذا صرف واجد يمكن في يوم من الأيام يرجع زمن الفقر. وصل فيه الحال إن عنده خوف من إيداع فلوسه في البنوك، يعتقد أنه يوم من الأيام يصير شيء، ولا مثلا هالبنك مثلا يفلس وضاعت فلوسك يا صابر. هذا تفكيره. فصار شنو يسوي؟ صار يجمع الأموال كاش،
ويبيع البضاعة اللي هي الخضار، ونهاية كل يوم يجمع كل هالأموال والأرباح ويحطها في كيس زي الشنطة وياخذها معاه للبيت، وتصدقون ينام وبين يدينا هالفلوس عاد. وفي اليوم الثاني يتعمد انه يصرف كل هالأرباح اللي حصدها في اليوم اللي قبله. يعني فهمتوا شنو الفكرة؟ يحاول انه ما يحتفظ بكاش عنده، دائما يكون عنده، يبي يكون عنده أصول، يبي يشوف حلاله قدام عيونه. المهم استمر على هالوضع، كل يوم تشوف زوجته أم بدر يجي وبيدها الكيس اللي مليان فلوس، فتقول شلون يا أبو بدر ليش ما تصرف علينا؟ حالتنا حال صارت حالة، خلنا نعيش حالنا حال خلق الله، معيشنا في فقر وبس تجمع ليرة على ليرة ليرة على ليرة. تقول له ليش ما تعطينا منها؟ نبي نعيش، نبي نطلع، نبي نروح نغير أثاث البيت. تقول صار بيتنا كأنه بيت فقارة، ما في شيء، حتى الأكل مقحوص علينا فيه. فيقول له ايش تبين يا حرمة؟ هذا أنا الأشياء الضرورية أجيبها لك. يقول لها يعني تبين تنهبيني نهب؟ ويقول بس أنا وأنت في البيت عايشين، وش هو لأثاث ما أثاث؟ يقول ما عندنا إلا غرفة النوم والصالة. تقول له بنتك يا البخيل توها والد، يعني إذا جات تصير عندها غرفة مأثثة وسرير حق ولادها. يقول وليش بعد تجي وتقعد؟ إذا بتجي بس تسير وتروح عند زوجها، هو المسؤول عنها. يقول لها يعني قصدك تبينها تجي مع هذا زوجها منير وأجلس أصرف عليهم؟ يقول استحى على وجهك يا مرة، ما له داعي هل تقولينا. يقول وبعدين هل اللي حاسديتنا على هالفلوس؟ أنت تشوفيني بعيونك يوميا أروح الصبح وأتعب وأشتري بها خضرة علشان شنو؟ علشان أربح وأزود المدخول، وهذا بعدين كله لكم. المهم واستمر أبو بدر على هالحال، ونسيب هذا منير صار لأكثر من سنة متزوج بنته وجاء مولود ولا حصل ولا ليرة، يعني من مالية أبو بدر أقصد. ففي يوم من الأيام كلم زوجته هذه روان، يقول لها يا حبي أبوك يملك بلاوي، وأنت تدرين بوضعنا بسيط وأنا واحد فقير وعلى باب الله. فقالت له إيه وش تبيني أسوي يعني؟ قال لها شوفي كل ما يبوك خلي يسلفني مبلغ علشان أشتري لي سيارة شاحن أترزق عليها. قالت له ولو أني عارف أبوي، بس ابشر دام أنه سلف وبتعطي الفلوس إذا تسهلت أمورك يمكن يحن علينا. وأول ما راحت مع زوجها منير وكلمت أبوها قال لها شلون 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 هالبقل او هالبقل منير، احنا عطينك بنتنا علشان تصرف عليها، ولا تبيني انا اللي اصرف عليكم واسلفكم؟ ويصارخ يقول قوموا بس دلفوا عني قوموا. يقول انا اخوانك ما شريت لهم سيايير، اخوانك انت ما شريت لهم سيايير، تبيني أعطي هاليلف زوجك فلوش علشان يشتري له سيارة؟ والله جنبز يلا بس قوموا طسوا. فعاد قبل لا تمشي راحت لأمها علشان تتوسط يمكن تحاول مع أبوها، لكن الأم قالت مستحيل يوافق. تقول لها تعرفين أبوك رزيل، تقول له أنا أصلا أطر أطراره يشتري عزبة للبيت مو راضي. وتقول وهو الحين انصب امراض وضغط وسكر وحالته حاله، ما في مرض بالدنيا الا صار فيه من كثر ما يشتغل ليل نهار، وفوق هذا كله مو راضي يروح مستشفى يعالج نفسه علشان ما يصرف، وتبينا يعطيكم فلوس. المهم بعد ما يأس هذا منير من عمه قام يلمح لزوجتي روان إنه ما يقدر يصرف عليها، ويقول لها أفضل شيء
جلسة بيت أهلك لين الله يقدرني وحصل وظيفة. يعني كأنه قاعد يلمح بموضوع الطلاق، وتروح الروان تبكي عند أمها وتقول لها يا يمه بينخرب بيتي، ويا يمه ترى منير عزم يطلقني. تقول وإذا سواها بكرة الناس تتكلم علي وأنا توني متزوجة. خافت الأم أن يمكن هالمنير يسويه ويطلق بنتها، خصوصا أن هالروان ما كانت تملك أي شيء من مقومات الجمال، وأمها تدري أنهم شبه مقصبين عليها، وهو وافق لأن أبوها راهي وتعشم أنه يمكن في يوم الأيام يطلع لشيء من 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 هالمالية. المهم يوم جلست هالأم مع زوج بنتها اقترح عليهم اقتراح. شنو تتوقعون هالاقتراح؟ انهم الله يسلمكم ياخذون من شنطة الفلوس بالقوة، خصوصا انهم يعرفون كبر في السن وفي كل الامراض، فما راح يقدر يقاوم. فقال لهم هالمنير خلاص خلوا الموضوع علي، انا راح اخذ الشنطة قصبا عنه. فيوم قرب وقت جيته راح المنير مع زوجته ادخلوا احد القرف كأنهم مو موجودين يعني داخل البيت، وبس دخل ابو بدر وفي يده الشنطة المليانة فلوس، حطت لأم بدر العشاء. وشنو يا حسرة العشاء؟ نص خبز مع ريحة روب. الله المستعان. أكل وراح المسكين نام تعبان، إيه طول اليوم واقف على رجوله في سوق الخضرة. المهم ويوم تأكدوا إنه خلاص راح في 60,000 نومة وشخري واصل لآخر الشارع، قام هذا منير ومعه زوجته وأمها ويدخلون عليه وهو نايم، ولو يشوفون رابط الشنطة بحبل لا ولف هالحبل على جسمه ومتشبص بالشنطة. وشوي شوي 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 ويقرب هالمنير لعند راسه ويحاول بشويش بشويش يتل الشنطة، لا وجايب معاه سكين علشان يقص الحبل وياخذ هالشنطة. فتتوقعون بعدها شو اللي صار؟ وأول ما حرك منير الشنطة إلا وينتبه أبو بدر ويطالع، ولا هذا نسيبه وزوجته وبنته وهذا منير يحاول يتل الشنطة، ويقوم أبو بدر ويصرخ يقول المسكين شو اللي تبون مني؟ يعني وصلت فيكم الحقارة تجون تسرقوني؟ جالس يصوت من قمة راسه لا، هل أبو بدر من النوع اللي صوته خشن ورفيع يعني كل الحارة راح تسمعه، وعلشان كذي خاف هذا منير انه يفضحهم وتلتم الناس عليهم. فشنه تتوقعون سوى؟ قام ويحط يده على فم عمه أبو زوجته، لكن ما في فايدة. قام أبو بدر يبي يقاوم وصوته وصل لآخر الشارع، فقام هالمجنون زوج بنته وبدال ما يقطع الحبل اللي في الشنطة قام يسدد عدة طعنات في الصدر وفي رقبته، وبدأ الدم يطشر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهالزوج الوفية الملعونة تفكرون متأثرة؟ لا، إيه اللي مسكته من رجوله؟ وروان بنت أمكت في دين لعنة الله عليهم جميعا. لكن وبالرغم من ذلك ومن حلاوة الروح بدأ المسكين أبو بدر يتحرك بقوة يمين يسر لين ما طاح من أطراف السرير، والله يرحمه لفظ أنفاس الأخيرة. المهم الحين استوعبوا أنهم ارتكبوا جريمة قتل، لأن هم في البداية النية أن فقط يأخذون الفلوس، لكن يوم حسوا أن هذا أبو بدر رحمة الله عليه راح يفضحهم قالوا خلاص الحين لازم نخلص عليه ولا يسوي لنا بلبلة ولا شيء ولا يفضحنا.
الحين اتوهقوا شلون المكان كله دم وابو بدر مات ومو عارفين شي يسوون. فقام هالنذل منير واقترح اقتراح، قال يلا خلونا الحين كلنا نمشي نروح شقتي ونجي على بكرة الصباح ونسوي روحنا ان احنا متفاجئين بمقتله، ونقوم بعده ونبلغ القوات الامنيه وندعي ان في عصابه جات ودخلت البيت واقتلت العم ابو بدر وسرقته. بالفعل روان اخذت ولدها من السرير وراحوا مع منير شقته، واول ما رجعوا الصباح بيت الحاج ابو بدر على الساعة تقريبا 9 وسووا روحهم متفاجئين، وبدأ المسلسل بدأوا يصرخون من قمة روسهم والتموا الجيران وهالخمة بثوا إشاعة إن في حرامية ادخلوا البيت واقتلوا الحاج أبو بدر، وبلقوا القوات الأمنية وحضروا مع المباحث والأدلة الجنائية، وقامت العفرة وهالأم الخبيثة تصرخ راح رايلي والبنت القالي راح، وهالمنير يصفع فروحه، يعني مضبطين الخطة تضبط. المهم ومسك البحث الجنائي وكيل نيابة ذكي جدا، يعني حطوا وكيل نيابة هو اللي يمسك قضية التحقيق ما تحقيق. فبعد ما أخذوا الأدلة الجنائية البصمات قال لهم وكيل النيابة هل عثرتوا على بصمات قريبة على الجثة ولا كلها بصمات تخص أهل البيت؟ فريق الأدلة الجنائية أكدوا أن البصمات كلها تخص أهل البيت اللي هي الزوجة وبنتها وكذلك نسيبهم منير. قال لهم أكيد يعني تيقنوا من هالشيء، لا نظلم أحد. قالوا أبدا كل البصمات تعود لأهل البيت نفسه. فسألهم كذلك سؤال مهم جدا، إن هل بصمات أهل البيت واضحة على الجثة ولا في أجزاء من بعض البصمات زي اللي مثلا ممسوحة؟ الأدلة الجنائية أكدوا بالدليل القاطع إن البصمات كلها واضحة وضوح الشمس. فعاد وكيل النيابة راح لأهل البيت في المجلس لأن متعمد يخليهم بعيدة وإنهم ما يدرون بالنتيجة اللي توصلوا لها الأدلة الجنائية، فقال لهم هل أنتوا بعد ما جيتوا على كلامكم الصباح وشفتوا الحاج أبو بدر مقتول، هل أحد منكم لمس الجثة ولا بس شفتوه من بعيد وبلغتوا الجهات المختصة؟ فأكدوا كل أبوهم إن ما لمسوا الجثة. ها الحين وكيل النيابة مسك على هالأغبياء دليل قوي جدا وبدون ما يدرون، فتتوقعون شنو الدليل؟ اسمعوا بقية القصة وراح تنذهلون من ذكاء وكيل النيابة. المهم رجع مرة ثانية للقرفة اللي فيها الجثة وجلس مع فريق الأدلة الجنائية، قال لهم خلاص أنا الحين أجزم إن اللي قتل الحاج أبو بدر هو من أهل البيت، يعني ما في حرامية مثل ما يدعون. قالوا شلون جزمت يا حضرة الضابط؟ قال ها وصلنا إلى مربط الفرس. يقول شوفوا الآن هم اعترفوا بألسنتهم أنهم ملمسوا الجثة من يوم جاوا وشافوا مقتول، والبصمات الموجودة مثل ما قلتوا واضحة وغير ممسوحة. فلو فرضنا جدلا أن بالفعل حرامي دخل وكان لابس قفازات وسوى جريمته، لأن لو مو لابس قفازات راح تبان بصماته، فأثناء ارتكاب الجريمة بالقفازات راح يمسح بعض أو كثير من البصمات الموجودة على الجثة، لأن القفازات مثل ما تعرفون تمسح أي بصمة موجودة،
وانتوا أكدتوا لي ان كامل البصمات واضحة وما فيها اي اجزاء ممسوحة. قالوا صحيح. قال اذن ففهل حال مستحيل يكون المجرم براني؟ يعني اجزم جزم ان اللي اقدم على هالجريمة هو واحد من هالسبلان اللي في المجلس، او يمكن كل ابوهم شاركوا في عملية القتل. المهم، وطلب وكيل النيابة انه يحقق مع اهل البيت بشكل انفرادي. ففي البداية سأل الام ان مين اللي ساكن مع الحاج ابو بدر. قالت زوجته انا بس يا حضرة الضابط. قال حلو. يقول انت وين كنتي وقت الجريمة؟ قالت انا طالع من الظهر وزوجي الله يرحمه كان في المحل ومتعود ما يجي الا في الليل. فتقول انا رحت لبيت بنتي لان توه والد، فقلت اروح اعتني بالولد وكذا، ومخططة اني ارجع قبل لا يجي زوجي، لكن صاب الولد اسهال فجلست نمت معاهم هناك في الشقة. تقول فيوم صار الصباح الساعة 9 جينا انا وبنتي وزوجها وخلينا البيبي عند ام زوج بنتي، وعاد بس دخلنا وتفاجأنا بهالمصيبة. المهم يوم حقق كذلك مع البنت وزوجها منير افادوا بنفس الكلام اللي قالت الام. طبعا وكيل النيابة هو متأكد انه هم اللي اقتلوا الحاج ابو بدر، لكن يبي يتأكد هل بالفعل كل ابوهم شاركوا في هالجريمة ولا يمكن بس واحد منهم. المهم جمع اهل البيت مع بعض وتعمد وكيل النيابة انه يتمشى في ارجاء البيت وهم معاه. يعني شلون؟ يعني يبي يشوف هل اذا قرب من شيء معين في البيت يرتبكون ولا شلون بتكون ردة فعلهم. فجلس دخل الاستقبال ويناظر في الأثاث، وراح بعده دخل المطبخ ويفتح الدروج. المهم ويوم وصل لغرفة زوجة منير دخل وشاف سرير صغير، فسأل من هو له هذا السرير ولا، ويلاحظ ان هالروان مرتبكة بالحيل وزي اللي متوتر. قالت له ان شريناه حق ولدي علشان لجينا حزة الحز ينام فيه. قال ها، ولا ويقرب جنب هالسرير ويناظر ولا كأنه في رطوبة اثر نفاث، يعني بول حق الطفل الله يكرمكم. وخل واحد من هالعساكر يتأكد ويرفع الشرشف اللي على السرير ولا بالفعل يرطخ من البول. فالتفت لروان قال مو انت قلتي ان ولدك لا حول اسبوع ما جبتي بيت ابوك؟ قالت صحيح. قال اجل وش ذا، وش هالبول اللي على السرير؟ قالت ها. قالت لا، لان القرفة مسكرة تعرف ومقمورة فما نشف اثر البول. قام الضابط ونادى فريق الادلة الجنائية وقال ممكن تتأكدون لمتى بالضبط وفي اي ساعة توفي الحاج ابو بدر؟ قالوا اي نعم، تبين لنا انه قبل تقريبا 12 ساعة لفظ انفاس الاخيرة، يعني البارح تقريبا الساعة 9. قال ها، يعني هالبول حق هالمولود معقول لأسبوع ما انشفت رطوبة؟ قال 1000% انك انت البارح وقت مقتل ابوك كنت موجودة في البيت، واحنا الحين نتهمك انت بجريمة قتل ابوك. ويضغط عليه وكيل النيابة يمين يسار ولا يلاحظ روان قامت تبكي وطاحت على الأرض وتفجر المفاجأة. قالت صراحة زوجي منير هو اللي قتل أبوي. وأول ما سمع زوجته تتهم بالقتل ويقوم يقول صراحة كلنا شاركنا في عملية القتل. يقول أنا جيت ونيتي بس رقى وهو نايم ومعاي بنته وأمها، ولا أشوفه يتعي وبدأ يصرخ وخفنا أنه يفضحنا ويلتمون بعد هالجيران، فصراحة قامت عمتي ومسكت من رجوله
أو بنتها الروان كتفت يدينا، وأنا صراحة طعنته في رقبته وصدره لين مات. يقول يا حضرة الضابط، أكبر دليل على صحة أقوالي إن الفلوس اللي أخذناها من الحاج وزعناها علينا بالتساوي. وبالفعل قام الضابط وفتشهم، ولا بالفعل الفلوس فلوس الحاج أبو بدر عندهم. عاد بعد محاكمتهم تم صدور صك حكم بالإعدام شنقا للثلاثة، منير وزوجته والزوج الوفي زوجة الحاج أبو بدر، الله لا يحللهم ولا يبيحهم. عاد وصلنا إلى نهاية قصتنا لهذه الليلة، في أمان الله، وتصبحون على ألف 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 خير، ومع السلامة.